التغيير السلمي الشامل عبر الانتخابات لا يزال أولوية الحراك الشعبي في العراق، رغم تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. معتصمو ساحة التحرير وسط بغداد أصدروا بيانا دعوا فيه إلى التغيير السلمي الشامل عبر الانتخابات والتعليق الجزئي للتواجد في الساحة إلى حين احتواء كورونا، كما قرروا إطلاق حملة تطوعية لتعقيم الساحات وخيم الاعتصام. البيان اتهم الحكومات العراقية المتعاقبة خلال 15 سنة بالفشل في كل اختبار وطني سواء كان أمنيا أو صحيا أو سياسيا، مؤكدا على أنه ليس أمام العراقيين سوى خيار التغيير السلمي الشامل. وقال المعتصمون في بيانهم إن النظام فشل في التوافق على شخصية إيجابية بديلة عن عبد المهدي وأعاد إنتاج شخصه بكل اعتباطية وفشل. سياسيا، جبه تكليف الزرفي برفض قاطع من قبل تيارات شيعية يتقدمها تحالف الفتح والكتل المتحالفة معه، حيث اتهم النائب عن كتلة الفتح مختار الموسوي الرئيس العراقي برهم صالح بخرق الدستور وتكليف من وصفه بمرشح السفارة الأمريكية بتشكيل الحكومة العراقية. السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد بدورها نفت تدخلها في آلية اختيار رئيس الوزراء المكلف، وذكرت أن الأحزاب السياسية هي من رشحت الزرفي ومن قواتنا المسلحة وتقديمهم للقضاء، حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على كل المظاهر المسلحة وبسط سلطة الدولة وتعزيز استعادة السلاح.